كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالضعفاء. حكى زهر الربيع الغض نفحا وفاق بغمر رحمته القطار، فأحدث عطفه فيهم سرورا فأنبت في الخدود الجل نارا. قاموس رحمته بالضعفاء ضخم، ونحوها رفع ونصب، لا خفض فيه ولا كسر، يأتيهم يزورهم يعود مرضاهم بوجه أتيح لشرح الصدور وجلب السرور ودفع الأذى. يشهد جنائزهم ويبين مكانتهم ويوصي بهم: أبغوني ضعفاءكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. لما قال له أشراف قريش: اطرد هؤلاء الضعفاء لا يجترئون علينا، يعنون خبابا وبلالا وصهيبا وعمارا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فحاله من قبل ومن بعد، ففي ناظري عن سواهم عمى، وفي أذني عن سواهم صمم. هذه امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها، فأخبر أنها ماتت ودفنت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم حقروا وصغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فأتاه وصلى عليها، فعليه الله صلى وعليه الله سلم. بلغ من بره ورحمته بالضعفاء والمساكين أن سأل الله حبهم وأن يحشره في زمرتهم، وأوصى عائشة ببرهم ورحمتهم وحبهم. حسن الألباني ما معنى: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك بذا يوم القيامة. وبشرهم بالنور التام يوم القيامة ودخول الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة سنة، وأنهم عامة من دخل الجنة، وأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبر لسان حاله للضعف، فمن فصمت عروة بيننا إذا ما العرى أصبحت تنفصل. وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة. صلى عليه الله ثم سلم ما دامت الأرض وما دام السماء.